السلام عليكم. تعالى بقى النهارده الحمام الكداب بطريقه حلوه قوي. انا عندي لحمه تتعصر عشان اعمل سنيك جلاش، بصل اهو عليها، وانا هبشر جزرها عشان احط في الحمام لحم مفرومه ورز وبسله وجزر معاهم. هنا عندي احط شويه سكر، هحشو بطاطا برده بالمره، شويه سكر تحت اهو، بسم الله، بطاطا اهي، شويه الصينيه. كده تبقى حلوه قوي ومسكره وتحفه. اهو على طول كده البطاطا، وده نص كوبايه ميه، وغطيها بورق فويل وحطها في الفرن على ما نجهز الحشو بتاعت الحمام الكداب. دي تخينه هغزها كام غزه كده. هنا كده اهو، بس ثاني عشان عايزاه اديهم بقى شويه ميه، بس تبقى رائعه. في الفرن بقى، وبعد كده نشوف هنعمل الفراخ ازاي. بطاطس دي والجزر هحط معاهم بصلية، اعملها زي فرشة كده للفراخ. هحط معاهم بصلية كمان زي فرشة كده للفراخ عشان انا مش هسلق. عرفت ان احطهم كلهم على بعض واحطها بورق فويل واحطها في الفرن تستوي، واروح محمره وشها تحت الشوايه ودمتم على كده. مش هعمل رز ولا اي حاجه، هكتفي بالجلاش وخلاص. ارمي الفلفل كمان اهو، اللحمه عندي بتتعصر هيك، تعال نتبلها بالمره، اقطع البصله هنا على طول. ادي الحلاوه حلوه، حبه بهارات، بهارات لحمه، بسم الله، حبة فلفل اسود وملح. بس كده اقلب بقى، واخد حبة منهم في طبق، واسيب الحبة اللي هحطهم في قلب الفراخ، واضيف عليهم ايه، ربع كوباية رز. الحمام الكدابة بيخش رز كتير، حلو قوي. ادي كده الرز مع اللحمه المفرومه، بدور على بسله مش لاقيه، فرمت حبه جزر هحطه، وهزود قرن فلفل اخضر وخلاص، بلاش بسله، ولا انزل اجيب كيس بسله. اظبط بقى الملح والفلفل واسيبه ايه لحد ما يتشرب الايه، حبه الميه دول، على ما تبل الفراخ بالملح والفلفل. بس كده بسم الله. ادي كده الفراخ اهي، لفت الجلاش مفتفته، بس هعملها فراخ متبله. عندي ميه، ملح وفلفل، بسم الله، شويه صلصه عشان دول ايه، عامل بوم الوش. حبه كده هنا، تحط بصلايه بسم الله.
حشوة من الهلبة نار. بسم الله. خلك قصرت دي كده. بسم الله. خايفة اقطعها تروح قطع الجلد معاها. شوفي اخت الراجل الحزين ده ما شافهاش ليه. قطع الجلدة؟ لا مش هتقطع البتاع من تحت، ناخد حتة صغننة كده من على الطرف. بس كده خد واحدة بقى وخلاص كده. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على رسول الله. ورقة فويل بقى وعلى الفرن على ما اعمل الجلاش. بس كده بسم الله. دهنا كده بسم الله. دهنا بسيطة كده اهو. ناخد بقى المكسر قوي ده. بسم الله. بسم الله. فلتها بقى كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله.
بس كده يا ولاد. نجيب بقى السكينة وقطعها. بسم الله. انا بعمله من غير بيض ماشي. هتلاقوا لبن دلوقتي واحطه في الفرن. نقلب بقى الوش سمنه وندخلها الفرن. بسم الله. الفرشه بقى كده اسويه. بس كده. بسم الله. بس بالله عشان الفرشة ممكن تشيل ايه ورق المقطع ده. انا الحل الاسلم ان انا احط لبن. يلا وضع الفرن. انا بقى مغسل المقلى ولم الحاجات دي كلها. صراحة كمان اللي فيك ده شايفين؟ بصوا بقى كلش وشه اتحمر كده تمام قوي. لسه مطلعه الفراخ بره بعد ما حمر وشه كلش. حمر وش الفراخ وبعد كده خلاص. بصوا وهنيجي نقطع يبقى خرط عدل مفيهوش اي مشكله خالص. حتى لو كان متفتح زي ما انتم كنتوا شايفينه متفتح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بصوا البطاطس مستوية وزي الفل اهي. والفراخ بقى بصوا حلاوتها. بصوا الجمال. زي ما بقولكوا انها استوت. بصوا الفراخ والرز من جوه. بصوا بقى الجمال. ايه سخنه نار. بصوا زي الملبن. حلو قوي. قطع بقى هنا. بسم الله. بصوا جمالها حلوة قوي. وتحت متحمرة حلو. صراحة الجلاش المقص بيسهل انها تقطيع الجلاش بأمانة. اهي شايفين؟ بصوا بقى كمية اللحمة ما شاء الله حلوة قوي. عايزاكم يا جماعة تجربوا الحمام الكداب بطريقتي. انا واثقة بإذن الله ان هو هيعجبكم قوي. جربوه بطريقتي. ما عندكوش لحم مفروم كنت تحط رز وبسلة وجزر. رز من غير بسلة وجزر عادي. رز مبهر عادي. بصوا بقى الرز ده جوه مستوي ازاي. بصوا الجمال.
بس كده اشوفكم على خير بقى ان شاء الله، وجربوه. باي باي.